بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من مجزر البساتين بالقاهرة وبالإشراف على توزيع لحوم صكوك الأضاحي، اليوم الخميس الموافق 3/9/2020 تم تحميل 17 طنا للمحافظات الآتية: القاهرة 3 طن، الجيزة 3 طن، الدقهلية 3 طن، الإسكندرية 4 طن، القليوبية 4 طن، ومع كل سيارة مفتش عام، وذلك لتسليمها لأصحاب الفضيلة وكلاء الوزارة. وكل عام أنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 تم تحميل عدد 2 طن لحوم أضاحي لتسليمها إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك غدا ومع السيارة مفتش عام تسليمها إلى مدير عام المديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم محمد، المصرية للحوم والدواجن. النهارده 3/9/2020 محمل 3 طن لمديرية أوقاف الجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الدغيدي، الشركة العامة لتجارة الجملة. قمنا اليوم بتحميل 4 طن لحوم أضاحي متوجه إلى مديرية أوقاف الإسكندرية تاريخ 3/9/2020. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السائق عثمان محمد غنيم من الشركة المصرية للحوم والدواجن، محمل 4 طن رايحين محافظة القليوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. السائق رضا رشاد، تم اليوم تحميل 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي متجه إلى مديرية أواف الدقهلية اليوم الموافق الخميس 3/9/2020. الله وبركاته. أنا اسمي السائق محمود زكي إسماعيل، الشركة المصرية تجارة الجملة، محمل أضاحي 2 طن وراح البحر الأحمر. إن شاء الله هيكون غدا بإذن الله موجودين في البحر الأحمر.